فين يا ليلى؟ رايحة فين يا بنت اسماعيل؟ ما هو ما ينفعش تجرى ابوكي وتعملي فيا كده. فاهمة رجل ابني ما تخطيش بره البيت. ها؟ فاهمة؟ رجل ابني ما تخطيش بره البيت. رجلي بنتي اتكسرت. بنت رجلها مكسورة أحسن من الفضيحة يا بنت يوسف. بعد عننا، حرمان عليا اليوم الدين ورحمة أبويا الشيخ يوسف. لا أنام معاك في فرشة واحدة ولا يجمعني بيك مطرح ولا تلمسني أبدا. هور الدهية اللي عايزك ولا عايزها. المرة الجاية كسر رقبة يا ليلى. منك لله يا عيانة. ايه ذنبها؟ خليه يتفضل. راسي ما رايقاش لحد. وحشتنا يا شيخ اسماعيل، وحشتنا انفاسك. مرحب مرحب يا بيه، بيتك ومطرحك. الشبكه يقعد بسرعه. اتفضل. الله يخليك. وشك مش مرتاح يا شيخ. مشاغل الدنيا. كلام المره دي ممكن تستعجبه يا شيخ اسماعيل. سمعك يا بيه، وان كان خلاص العادش في الدنيا عجوبة، احنا شفنا العجائب كلها. رغم ان احنا المرة دي اللي جايين في ضيافتكم ومحتاجين مساعدتكم، لكن انا لسه برضو بجدد عهدي مع شيخ العرب اسماعيل. راسي ما رايقاش الحديد ده. عهدي ايه يا بيه؟ الايام في ظني لسه في قبضتنا، ووعدنا بتاع زمان لشيخ العرب اسماعيل زي ما هو. انا مش شيخ عرب، اعتبرني من دلوك قاعد في بيتي. لا ليا دعوة بمشيخة ولا عاوزها. ايه اللي جد؟ فضفضلي، انا صديق. ما جدش، طلعني من الحسبة. خلاف مع شيخ العرب همام. همام والد عمي واخوي، ومفيش خلاف، لكن طلعني من الحسبة. واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. واضح انك في حالة حزن شديد يا شيخ اسماعيل. اسمع يا بيه، عاوز تشرب شبكتك وتتكلم معاي في احوال الدنيا، مرحب بيك. غير كده لا. القعدة معك متعة أيا كان نوع الكلام يا شيخ. وبفكرك، أنا صاحبك والآخر لحظة. ما عادش فيه صاحب في الدنيا يا بيه، ما عادش. بالراحة يا أمه، هنروح فين؟ اقطع النفس. يلا أنت وهي، شيل البنت معايا. ما عاوزاش أطلع، ما تطلعونيش. أبويا يزعل وأنا ما عاوزاش يزعله. كسر رجلك وخايفة على زعله؟ يا رب اموت وارتاح ما دام عشت من نكاك ومجاوب كده. هتعيشي وتروجي وهجوزك يا ليل. يلا يلا قبل ابوها ما يحس. ما عاوزاش انا ما ازعلوش تاني. ما ازعلكش تاني يا ابوي، ما ازعلكش تاني. وايا كان نوع الخلاف اللي بينك وبين ابن عمك ده، شيء ما يهمنيش. ايوه صح، لكن خساره شيخ اسماعيل، خساره اني اشوفك في الدين. راجل زيك اتخلق عشان يحكم، مش علشان يقعد في بيته حزين. وما
وبعدين يا بيه احنا قلنا ايه؟ واضح اني طولت عليك. اول مره اشوفك عجوز كده يا شيخ اسماعيل. مفيش حاجه في الدنيا تقهر الراجل غير لو حس ان عمره راح حضر. ايه؟ انا بستاذنك وبكرر عهدي وشكري. شرفت يا بيه. في امان الله. عمري راح حضر.